من هولاكو زعيم جيوش التتار الى حاكم شعب مصر. رد على الواتساب يا اسطى. زمان شوية عشان تبعت لحد رسالة الموضوع ما كانش بسهولة انك ترفع تليفونك تبعت له على واتساب ولا ماسنجر زي دلوقتي، لا ده كان ممكن ياخد منك ايام وليالي وسنين. مثلا لو كليوباترا عايزه تبعت رساله ليوليوس قيصر تقول له وحشتني يا بيبي، يا رخي يا بيه يا تقلم يا ساتر، تروح كاتباله جواب ومديه لرسول يطلع بيه على حصانه ويسافر بلاد الله الواسعه، يطلع تلال، ينزل منحدرات، ينط في بحار، يصارع دلافين، يلاكم دببه لحد شهور وتوصل الرساله ليوليوس قيصر فيرد عليها وانت كمان والله. فاخد الرسول الرساله ويرجع بيها تاني يلاكم دببه، يصارع دلافين، ينط في بحار، ينزل منحدرات، يطلع تل، هتلاقي حوت وطي وطي. انت متخيل المعاناه؟ هو انا عارفه يا حيل عشان اقف يا باشا. ومع ذلك ممكن يكون بيوصل اسرع من صحابك اللي بتظبط معاهم خروج على الواتساب ومستنيهم يردوا. حد رد؟ لا انا بجرب عشان لو رد. المهم يا سيدي ان الناس زهقت من الحوار ده وابتدوا يستخدموا الحمام الزاجل. الحمام حافظه مكان بيتها، ما مودتها بعيد وسبتها في الجو بترجع لمطرحها تاني، حاجه كده زي ما تقول عندها جي بي اس. يعني الموضوع كله فيس؟ الموضوع ايه حد فيس؟ فبقوا الناس بياخدوا الحمام معاهم من كل بلد عايزين يرسلوا لها رساله ويحطوهم في قفص، ويوم ما يحبوا يبعتوا رسالة للبلد دي يروحوا كاتبين الرسالة في ورقة صغيرة ومعلقينها في رجل الحمامة ومطيرينها في الجو. بترجع الحمامة لبيتها وعلى رجلها الرسالة. دارت الأيام والليالي والحبيبة بقوا بيقطعوا مع بعض بسبب تأخر الرد، لحد ما جه العالم والفيزيائي روبرت هوك واختبر تجربة نقل الصوت عن طريق سلك معدني مشدود بين طرفين، وده اللي كان بيتقال عليه تليفون الحبيبة أو تين كان فون. ترن ترن. من سنة 1664 لسنة 1685 كده، وكان عبارة عن علبتين تونة بينهم حبل، طرف يتكلم والتاني بيسمع، وفكرته كانت معتمدة على انتقال الموجات الصوتية بطول الحبل لحد ما توصل للكوباية اللي في الطرف التاني فتعظم الموجات دي فيطلع صوت. ولكن مع الأسف ما كانتش فكرة ناجحة قوي بالذات في المسافات الطويلة، الموجات بتفضل تضعف بسبب المقاومة لحد ما تتلاشى قبل ما توصل للطرف التاني. يا حاج مش سامعك، علي صوتك. ده غير الخصوصية اللي كانت معدومة، اي واحد معدي في الشارع لو حط كوباية على الحبل هيقدر يسمع الطرفين بيتكلموا في ايه. وهنا جت فكرة التلغراف البصري، برج كده في حاجة شبه الاريال وفي مفصلات بتخليه يتحرك في اكتر من شكل، اخترعه المخترع الفرنسي كلود شاب في سنة 1792 في عز الثورة الفرنسية، ومن ساعتها ما خربتش منه. ليه يا فندم؟ وقتها البلد غير مستقرة والحكومة مش عارفة تتواصل مع بعضيها. في ترابيزة هذه نروح نقعد عليها. استخدموا اختراع كلود، وكان فكرته عبارة عن محطة رئيسية وأبراج نقل إشارة في النص على كل واحدة من دول إريال من اللي قلنا عليه، وهو بالمناسبة مش إريال قوي، يعني هو دراع معدني كبير ما فيهوش أي نوع من أنواع الكهرباء. المهم كانت تيجي المحطة الرئيسية تغير شكل الدراع اللي فوقها، فيجي أقرب برج للمحطة يشوف الشكل اللي اتغير ليه الدراع ويروح مقلد نفس الشكل في الدراع اللي موجود عنده، والبرج اللي بعده ينسخ منه وهكذا لحد ما توصل الإشارة لمحطة رئيسية تانية. وبطريقة أكواد معينة كان بيتحول شكل البرج ده لحروف وكلمات عن طريق فك التشفير، وبالتالي بتوصل الرسالة من نقطتين بينهم مسافة كبيرة جدا. دي مسافات خلي بالك. بس للأسف النظام ده كان مقتصر على الحكومة لوحدها، باقي الشعب ما كانش ليه الحق إن هو يستخدمه ولا حتى نفخ. لا المهم بعدها في يوم من الأيام طلع المخترع الأمريكي مورس يقضي مصلحة فريلانس كده برا البلد، وهو قاعد بيشتغل جاله رجل بريد بجواب من ابوه في سطر واحد بيقول له مراتك في فترة نقاهة. جري مرسى على الحصان بتاعه خده وطار على بلده، وهنا كانت المفاجأة. ايه مالها خير بعد الشر اللي قدر الله حسبي الله ونعم الوكيل؟ مراته ماتت واتدفنت. فضلت عيانة الايام كتير عقبال ما الجواب وصله، وماتت واتدفنت وهو معرفش عنها حاجة. حسن الشعب
الشديد أثر عليه وخلاه يسيب شغله ويتجه للمجال العلمي. فضل مرسي حفرك يمين وشمال عشان يحاول يخترع وسيلة تواصل أسرع من الجوابات، وبمساعدة علماء كتير قدر مورس يكتشف أول تلغراف كهربائي. التلغراف اعتمد على توصيل إشارات كهربية بتوصل بسرعة كبيرة جدا من نقطة لنقطة تانية، ومنها تتحول لمعلومات زي الحروف والأرقام. وفي سنة 1844 اتعمل أول خط تلغرافي كهربائي بين واشنطن وبالتيمور الأمريكية. الموضوع ما طولش لحد ما طلع لنا ألكسندر جراهام بيل وتوماس أديسون باختراع أول تليفون سلكي في العالم، والاختراع ده تحديدا كان عليه خناقات وخلافات كتير قوي في تسجيل اول براءة اختراع ليه. وسبب ذكرنا لألكسندر بيل وتوماس أديسون بالذات لأنهم الوحيدين اللي نسبت ليهم المحكمة الأمريكية براءة اختراع التليفون. فعلى سبيل المثال، اختراع التليفون أصلا جه بسبب عامل التلغراف شارلز براوسر بعد ما نشر مذكرة في إحدى المجلات وقتها عن إمكانية نقل الذبذبات الصوتية عن طريق الإشارة الكهربية. المهم إن الخناقة فضلت بين العلماء دول حبة حلوين كده لحد ما جه ألكسندر بيل راح خاطف أول براءة اختراع في سنة 1876 عشان يتسجل اول تليفون بيشتغل بين نقطتين، وكون انك تسمع صوت اللي بتكلمه الناحية التانية في حد ذاته كان اختراع القرن. بعدها اتطور الموضوع شوية ولقوا انهم محتاجين يعملوا محطات لتنظيم المكالمات بين النقط المختلفة. ما انا مش معقول اقعد اكلم رقم واحد بس بقيت حياتي يعني. عدي بقى عدي من المرحلة دي. فتعمل لنا التليفون ابو ترس دوار في سنة 1930، غالبا شفته في بيت جدك قبل كده. جدي. وفي 1971 كان اول اختراع لجهاز اظهار رقم المتصل. سواد مهم. ولحظة واحدة من الشركات اليابانية حاجة غيرت التاريخ من بعدها. طبعا حضرتك دلوقتي بتفكر وتقول اشارة الراديو اللي هي المجال الكهرومغناطيسي دي بتتنقل عبر الهواء. طب ماذا لو نقلنا اشارة شبه دي بقى لتليفون متنقل في حد ذاته؟ حلو. وهنا كان اول اختراع لشبكة الموبايل في العالم سنة 1979. بدأ في اليابان وبدأت الشركة توسع من مجالها ودخلت على الدنمارك والنرويج والسويد بشبكة الوان جي. جي بعدها شبكة التو جي في سنة 1991 من شركة فنلندية اللي مش هنقولك اسمها عشان احنا مش عارفين ننطق الصراحة. مشهور عارفها. كملي عيش. وكانت اول شبكة بتدعم ارسال رسائل الاس ام اس. عايز كل المعلومات اللي تقدر تجيبيها على الشركة دي. ليه هم طالبين موظفين؟ بعدها ظهرت شبكة 3G في سنة 2001 وال4G بعدها في 2009 واخيرا ال5G اللي ظهرت في وقتنا الحالي واللي بدأت بعض دول العالم تشغلها حاليا، ودي بتوصل سرعة الانترنت فيها ل 10 جيجا بت في الثانية. انت سمعت صح، 10 جيجا في الثانية. ايه في ايه؟ انت معايا ولا معايا؟ والله اعلم، يمكن يجي ولادنا بعد 10 سنين يتفرجوا على الفيديو ده ويضحكوا علينا اننا مبهورين بالارقام دي. ولكن اللي مش هيقدروا يصدقوه ازاي فيديوهات بعظمة فيديوهات البلاتفورم دي موجودة من زمان كده. والله العظيم ما مصدق. وعشان تعرف اولادك المستقبليين ان شاء الله على البلاتفورم ما تنساش الشير واللايك وتعدي تعمل لنا سبسكرايب في اليوتيوب. سلام. يلا مع الف سلام. الف ليه؟ للتفسير بتاعك ده الف. يلا بداية.